ولسه في الصعيد مصنع الرجال اللي مش هتخلص حكاياته كتير. النهارده هنتكلم عن صعيدي مشهور قوي قوي، لكن معظم الناس ما تعرفش ان مواقفه مع الملوك والرؤساء كان كلها عزة وكرامة. مين هو الرجل ده وايه مواقفه مع الرؤساء والملوك؟ ده اللي هنعرفه في الصعيدي الجواني مع بهاء العمدة. الصعيد اللي عليه الكلام النهاردة هو قارئ القرآن المصري العالمي فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، ابن مركز المنشاء محافظة سوهاج، واللي مات في سنه صغير وكان عمره يوم ما مات 49 سنة. هحكي لك النهاردة عن ثلاث مواقف مهمين في حياة الشيخ محمد صديق، منهم موقف مع الملك فاروق وموقف مع الرئيس جمال عبد الناصر. بس الموقف الأولاني وعلى السريع كده كان مع الإذاعة المصرية اللي كانت تسمع عنه وعايزين يعملوا له امتحان ويعتمدوه قارئ في الإذاعة المصرية، وعايزينه كمان يروح لهم المقر بتاعهم. الشيخ المنشاوي الله يرحمه قال لهم مش أنا اللي اتحط في امتحان ولا أروح لكم مكانكم، القرآن اللي هبته واحترامه، وأنا شهرة الإذاعة بتاعتكم دي مش عايزها. هنا مدير الإذاعة المصرية أصدر أوامره إن الإذاعة تروح للشيخ محمد صديق المنشاوي لحد عنده في أي حفلة من حفلاته وتسجله، وده اللي بالفعل حصل. الموقف الثاني كان مع الملك فاروق ملك مصر والسودان وقتها. الملك فاروق كان عايز محمد صديق المنشاوي يروح يقرأ قرآن في قصر عابدين، والقراءة دي تبسها الإذاعة وقتي بحيث القرآن اللي هتسمعه مصر يكون طالع من قصر عابدين. الشيخ المنشاوي قال ما عنديش مانع، بس بشرط تكفلوا لي القهاوي اللي في مصر كلها وقت قراءتي للقرآن. سألوا لي يا مولانا؟ قال لهم عشان القرآن ليه احترامه، ما ينفعش أنا أكون بقرأ قرآن في الإذاعة والناس في القهاوي فتح الراديو على قراءتي، لكن بيتكلموا وبيسألوا القهوجي عن المشاريب وعن الشيشة ومش منصتين للقرآن. الملك فاروق قال له يعني أنا كده مطلوب مني أحط لك حارس على كل قهوة يا فضيلة الشيخ؟ ده موضوع صعب تنفيذه. الشيخ المنشاوي هنا قال لهم قول الحق تبارك وتعالى. الموقف الثالث والأخير كان مع الزعيم جمال عبد الناصر. الرئيس جمال عبد الناصر بعت له وزير يطلب منه أن يقرأ قرآن في قصر الرئاسة، والوزير قال له هيكون لك الشرف أن الرئيس جمال عبد الناصر يسمعك. الشيخ المنشاوي الله يرحمه الصعيدي حامل القرآن وقارئه اتضايق من الجملة دي ورد على الوزير وقال له وليه ما يكونش جمال عبد الناصر اللي ليه الشرف انه يسمع محمد صديق المنشاوي؟ مانيش رايح الحفلة دي. ورفض الشيخ محمد صديق المنشاوي حضور حفلة جمال عبد الناصر علشان ما ينفعش حد يتكبر على القرآن وقراء القرآن. مواقف كتير في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي تستحق الحديث والكلام عنها رغم وفاته في سن صغير. رحم الله الصعيدي ابن مركز المنشاء محافظ السوهاج القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. استنوني في حلقة جديدة مع شخصية جديدة من شخصيات الصعيدي الجواني. ده بعد ما تشارك الفيديو ده على صفحتك الشخصية، لأن مشاركته على صفحتك هو ده الدعم اللي باخده من حضرتك عشان استمر في نشر سلسلة رجال من الصعيد. وما تنساش تسيب لي تعليق تقول لي فيه اسم شخصية مشرفة في المركز اللي انت فيه أو محافظتك حابب نتكلم عنها. صعيدي الجواني حكم ومعاني وحكاوي من زمان وحشاني.